شو سلمى؟ شو وضع البنت؟ نايمي. انت شو عملتي؟ يعني تعرفت على العيلة. كيف يعني تعرفت على العيلة؟ يعني تعرفت من اني شفتهم، شربت معهم قهوة وعشوية. عشوي شو؟ ماشي ماشي، عندي مشوار بخلصه وبرجع على البيت. اوكي؟ شو بدك؟ مين الست اللي كانت ظاهرة من عندك؟ زبونة جديدة. شو اسمها؟ سلمى عوض. مين بعتها لعنا؟ استجواب؟ جاوبيني. ليش بقى؟ في شي؟ بتعرفها من قبل شي؟ مجرب تشغلها جاسوسة عند بي شي؟ كأني شايفها قبل. هيك ما بعرف، راجع سجلات ذاكرتك. واتفقتوا على شغل؟ لواحد رح يغدرنا قريبا، ما ضروري تعرف. مين اللي رح يغدرنا قريبا؟ اللي طلب مهلة يفكر بالطلاق وتاريخه. اه انا؟ برافو، انت. ومين اللي قال لك اني عم فكر بالطلاق؟ او انه خطر على بالي الطلاق؟ ما انت بتصيري تقطشي وتشلحي هيك من عندك جمال. هلا طلع على بالك تقطشي لعامر وتشلحي له لوليد. اسعار. مسابقة انه انت انغرمتي باسعار. فمسلة الطلاق هيدي خيطي بغيرها. مش انا اللي راح اتخلى عن تعب سنين وخضوع للعم الكبير كرمال واحد شرشوح اسمه وليد الصراف. اه يعني كل الخبرية وليد الصراف، لو ما فيها الربوق هيدا كنا اتطلقنا؟ لانك انت طالبة طلاق انا ما راح اقبل فيه. انه هلا وجود المحامي بيسلي اكثر. كمشي من هون، جرم مشهود من هون، قهره بعيونه، تخبايه بشفونك. قربي. بعد عني. قربي لشم ريحتك. بعد عني. روق يا حلو روق. ما تحكيني كأني رجال. كل عمرك تحب احكيك هيك يا حلو. قلت لك عادي اسكتي واسمعيني منيح. طلاق يوك، واعلى ما بخيلك اركبيه. واطي اصلي. الواطي الاصلي هو اللي سحب الحساب المشترك. فيلا مثل البنت الشاطره خبريني كل شي صار بالشغل من وقت ما سحبت الحساب. يلا يا شاطرة. يلا يا